السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم معي اليوم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى الثانية بكالوريا. حصة اليوم غادي تتمحور حول معادلات ومتراجعات بالنسبة للدالة الأسية للأساس كوغ. يعني هنا غادي نشوفو كيفاش نتعاملو مع معادلات اللي تلقاو فيهم في الأس. يعني من تلقى معادلة في الكتابة ديالها تلقى الأس هو اللي فيه المجهود اكس. يعني شوفوا هنا مثلا هذه المعادله، المجهود فين كاين؟ كاين في الاس ديال هذه القوه هذه. هنا نفس الشيء، هنا الاس، شوفوا المجهود هنا فين كاين؟ كاين في الاس. دونك هذا النوع ديال المعادله طلعت عليكم تنستعملوا فيهم القواعد اللي هي مرتبطه بالداله الاسيه للاساس ا. خصنا نعرفوا نتعاملوا مع هذا النوع ديال المعادلات. اذا على بركه الله نبدا واحد التذكير، الله يرضي عليكم، للقواعد اللي غادي نحتاجو خاصكم اعزائي التلاميذ تكونوا حافظينها. دونك القواعد على الشكل التالي: الى عندنا ا اس اكس كتساوي بي، حيث ا راه دائما عدد حقيقي موجب قطعا ويخالف واحد، اكس عباره عن عدد حقيقي، بي طبعا الحال هنا يقدر يكون عدد حقيقي، يقدر يكون احنا القاعده هذه تبقى صحيحه اذا كان بي عدد موجب قطعا. داكور، ا ايضا موجب قطعا حيث ا يخالف واحد واكس عدد حقيقي. الى عندنا واحد الكتابه على هذا الشكل، شنو تيكافى؟ ان هاد اكس هذا اللي كاين في الاس شنو تيساوي؟ تيساوي اللوغ ديال بي للاساس ا. داكور، قاعده راه ممكن كاع تبرهنوا عليها بطرق بسيطه. ها نشوف معايا، عندي ا اس اكس كتساوي بي، كلكم تتعرفوا ان ا اوس اكس نقدر نكتبها هي ليكسبونسيال اكس الين الين ا. داكوغ، تساوي بي، يكافي الى دخلنا الالين على الطرفين بجوج شنو يبقى لي؟ هنا يبقى لي غير هادشي اللي كاين في الاس، لانه ليكسبونسيال تحيد من الالين، تبقى لي اكس الين ا كتساوي الين بي. والى قسمنا على الين ا، هنا هادشي الالين ا مع الين ا، الجهه الاخرى تولي عندي الين بي على الين ا. وفي الحقيقة هاد الكتابة هادي شناهي؟ هادي راه هي اللوغ ديال اش؟ ديال بي للأساس أ، لأنو التعريف ديال اللوغ، اللوغ ديال بي للأساس أ راه شناهي؟ راه هي الإلين بي على إلين أ. إذا الله يرضي عليكم، تعطاكم شي معادلة على هاد الشكل، عندك الحق ديريكت تموت تكتبها على هاد الشكل، ولكن بشروط كيف قلت، أ خاصو يكون موجب قطعا ويخالف واحد، وبي أيضا موجب قطعا. داكوغ، مزيان. هذه تتهمنا في المتراجعات. الى عندي شي كتابه على شكل ا اس اكس صغر او يساوي ا اس ايغريك، شوف هنا القوتين الطرفين عباره فيهم قوتين وعندهم نفس الاساس اللي هو ا. هنا شنو تنديروا الى عندنا شي كتابه على الشكل؟ تنحاولوا نكتبوها على شكل متفاوت اللي ما فيهاش هذا الاساس، تبقى لينا غير هذا الاس وهذا، تبقى غير هذا الترتيب، واش غادي يتبدل ولا لا؟ دونك شنو تلاحظوا هنايا؟ الترتيب بقى هو هو، اكس كانت على اليسار بقات على اليسار، هاد اصغر او يساوي بقى اصغر او يساوي، ولكن فوقاش هنايا تنحافظوا على الترتيب، ملي تيكون هذا الاساس اللي هو ا كبر قطعا من واحد، لانه في هذيك الحالة الدالة الأسية للأساس ا راه تكون دالة تزايدية، داكشي علاش الترتيب بقى هو هذا. دونك إلا عندنا شي متراجع على هذا الشكل، نجي مباشرة نكتب على هذا الشكل. شي غادي نشوفوه في التطبيق في هذا التمرين. فوقاش تيتغير الترتيب؟ هنايا شوف في هذا المثال، هنا ا اوس اكس اصغر او يساوي ا اوس اي، ماذا يكافي؟ ان اكس عوض ندير اصغر او يساوي اي درت اكبر او يساوي اي. اذا فوقاش تيتغير الترتيب الا كان ا، هاد ا اللي تنهضر عليه هنايا محصور بين زيرو وواحد. داكوغ، ثم عندنا قاعده اخرى ممكن نستغلوها في المعادلات، ا اوس اكس كتساوي ا اوس اي، ملي تيكون عندنا طرفين متساويين بهذا الشكل هذا، حيث ا بطبيعة الحال يخالف واحد، عدد موجب قطعا ويخالف واحد. دونك يمكن لي انا ندير يكافي ان هاد اكس كتساوي ايكغيك صافو، تنخدم عادي. داكوغ، دونك الله يرضي عليكم، هادو خاصهم يتحفظو. داكوغ، لانو تينفعونا في هاد النوع ديال المعادلات او المتراجعات اللي تنلقاو في الاس ديالها اكس، بحال اللي غادي نشوف دابا هنايا. دونك على بركة الله نبداو نحلو هاد التمرين هذا. دونك غادي نبدا بأول معادلة. لدينا عندي 10 أس 2 إكس زائد 4 في 10 أس إكس ناقص 5 كتساوي صفر. فوالا،
هنا الاس المجهول اكس يبان ليا كاين في هذا الحد وكاين في هذا الحد، بطبيعه الحال كاين في الاس. مزيان هنا الله يرضي عليكم، ملي تكون عندكم شي كتاب شي معادلات شغل وكاين عندك ثلاثه الحدود والمجهول تيبان مرتين، ديما فكر ان المعادله ترجع على شكل معادله من الدرجه الثانيه، معادله من الدرجه الثانيه شون في سانكيان. كيفاش غادي ندير ترجع معادله من الدرجه الثانيه؟ ديما فكر في تغيير متغير. كيفاش غادي نفكر هنا في تغيير متغير؟ هذه الكتابه هذه المعادله نقدر نفكر انا نكتبها على هذا الشكل، يا 10 اس اكس الكل اس 2 داكوغ، هذه 2 اكس نقدر نكتبها انا على هذا الشكل، لان ضربت هذه الاس في الاس رجع في البنت، زائد يعني هذه القوه كتبتها على شكل قوه قوه عندها اسين، زائد 4 في 10 اس اكس ناقص 5 كتساوي زيرو. هنا الا درت واحد التغيير ديال المتغير تولي عندي معادله من درجه ثانيه، نضع هذيك 10 اس اكس نوضعها حنا راه هي كرون اكس، المعادله تصبح، المعادله تصبح ماذا؟ غادي تولي فوالا كنمشي ل 10 اس اكس نحيدو ندير في بلاصه كرون اكس، هتولي عندي كرون اكس او كاري زائد 4 في كرون اكس، يعني هي 4 كرون اكس نكتبوها ديريكت داكوغ، ناقص 5 كتساوي زيرو. اذا هي ولات عندي معادله من درجه ثانيه تنعرفو نحلوها باستعمال دلتا مثلا، بي اوسي 2 ناقص 4 اسي، بي راهي 4 اوسي 2 ناقص 4 في ا لي هي 1 في ناقص 5. الى حسبنا مزيان هنا 16 هنا 20 تخرج لي 36 كبر من زيرو. اذا المعادله عندها حلين اكس 1 شنو غادي يساوي؟ ناقص بي زائد جذر دلتا على 2 ا فالا ناقص بي شناهي؟ هي ناقص 4 زائد جذر 36 راه هي 6 على 2 في 1 هي 2 تولي 2 على 2 دونك عندنا 1. الحل الثاني نسمو اكس 2 ناقص بي ناقص جذر دلتا على 2 ا شنو غتساوي؟ غتساوي ناقص 4 ناقص 6 على 2 في 1 2 دونك ناقص 10 على 2 راه هي ناقص 5. مزيان اذا هذه المعادله عندها حلين اما 1 ولا ناقص 5. دونك شنو نجي نكتب؟ كرون اكس كتساوي 1 او كرون اكس تساوي شحال؟ ناقص 5. دابا شنو غادي ندير؟ هاد الكتاب درته بهذا الشكل هذا غير باش نرجع للمتغير القديم، كرون اكس نرجع نعوضها ب 10 اس اكس داكوغ. دونك شتولي عندي هنايا 10 اس اكس في بلاصة كرون اكس رجعت عوضتها ب 10 اس اكس كتساوي 1 باش نرجع للمتغير القديم اللي كان عندي داكوغ، ناقص 5. 10 اس اكس كتساوي 1، هنا الله يرضي عليكم غنطبقوا هاد القاعدة، اوس اكس كتساوي بي ديريكتومون. دونك شنو غنجي ندير هنايا؟ غنجي ندير اكس كتساوي لوغ ديال 1 للاساس 10، لوغ ديال 1 وهنا ندير 10، غير ملي تيكون عندنا في الاساس 10 يمكن لينا ما نكتبوش اللوغاريتم العشاري، يمكن لينا نكتبو غير بهذا الشكل هذا لوغ، ديما تلقاو لوغ راه هنا راه في الاصل كاين 10 داكوغ. او هادي هنايا ب هنايا كيدير عدد سالب، هنا هادي اس هنا تتساوي المجموعة الفارغة، علاش؟ لأنه ميمكنش يكون عندي عدد موجب تيساوي عدد سالب، هذا عدد موجب، علاش؟ لأنه في الأساس عندنا عدد موجب، أس أي عدد كيفما بغات تكون الإشارة ديال الأس، هاد القوة راه ديما موجبة عدد سالب، دونك هادي راه غير ممكنة، دونك نقدر نجي نكتب هنا غير ممكن، ونكتفي غير بهذا الحل، نكمل هادي، اللوغ ديال واحد شنو تيساوي؟ اللوغ ديال واحد راه هو صفر، وبالتالي اس هنا شنو غتساوي؟ غتساوي الأحادية صافي، يعني الحل الوحيد اللي كاين هنايا راه هو زيرو، تنكونو جاوبنا على السؤال. دونك كيفما لاحظتو أمور بسيطة جدا، داكوغ. دابا غادي نمشيو لسؤال آخر أو معادلة أخرى. لدينا أربعة أس إكس ناقص اتنان أس إكس زائد واحد زائد واحد كتساوي زيرو. هنا تيبان ليا ثلاثة الحدود، عندي المجهول اللي هو إكس كاين عندنا تيبان عندنا جوج مرات، غنفكر عاوتاني في معادلة من الدرجة الثانية، دونك كي ندير وبطبيعة الحال نفكر في تغيير متغير باش نوصل لهاديك معادلة من الدرجة الثانية، هاد 4 أوس إكس نقدر نكتبوها هي 2 أوس 2 الكل أوس إكس، داكوغ؟ هاد 2 أوس إكس زائد 1 راه نقدر نكتبوها هي 2 أوس إكس في 2 أوس 1، هي 2 زائد هاد 1. من بعد هاد الأس هاد الأسين هادو نقدرو نغيرو البليز ديالهم، تيبقى داكشي صحيح من القواعد ديال القوى،
اثنان أس إكس الكل أس اثنان ناقص هنا الضرب التبادلي نقدر نبدا باثنان هي الأولى في اثنان أس إكس زائد واحد كتساوي زيرو. دابا ندير تغيير متغير. كاين اللي غادي هنايا يقول لك بلا ما نديرو تغيير متغير كاينه طريقه اخرى افضل من تغيير متغير. طبعا هاد الحال كاينه لانه هذه اللي لاحظتو مزيان راه متطابقه هامه، يعني اللي جا ا اس 2 ناقص 2 في ا في ب نبقى بحال عندنا واحد زائد واحد اس 2 هي ب اس 2، هذه في الحقيقه راه هي متطابقه هامه الثانيه 2 اكس ناقص واحد الكل اس 2 كتساوي زيرو. اللي بانت لي متطابقه هامه غادي يسهل عليا الحل دغيا غادي يجاوب، اللي ما بانش لي متطابقه هامه يعني في هذه المرحله غادي يوضع 2 اس اكس كتساوي كرون اكس ويدير بحل كيف حلينا المعادله السابقه. ندير دلتا وفي الاخر غنلقى الجواب نفس الجواب اللي نلقى اللي نلقاو دابا. هي هنا انا تيبان لي الا لاحظت متطابقه هامه غادي يكون افضل. علاش؟ لانه شو اللي عندي هنايا ولات عندي واحد القوه كتساوي صفر، ملي تكون عندنا واحد القوه كتساوي صفر عندنا واحد القاعده نعقلوا عليها مزيان ونهضر عليها بصفه عامه اكس اس ان كيساوي زيرو. واحد التعبير هاد كرون اكس يقدر يكون تعبير فوقاش قوه كتساوي زيرو الا كان هذا الاساس يساوي زيرو. فين ما تكون عندكم شي معادله بحال هكايا قوه كتساوي زيرو هذيك القوه من بعد عاود تكتب غير الاساس ديالها والاس بلا ما تكتبو وكمل الحل ديال المعادله. هادشي اللي وضعناه قوه كتساوي زيرو هذا تيعني ان الاساس ديالها يساوي زيرو، دونك كنجي نكتب غير الاساس ديالها تيساوي زيرو اس ما تنبقاش نكتبو ناقص واحد نحاول نرجع لاخرى واحد. اذا اكس شنو تساوي؟ تساوي لوغ ديال هاد واحد ديال الاساس جوج. طبقت غير القاعده لوغ ديال واحد بالنسبة لأي أساس ديما كيساوي زيرو، إذا أس هنا شنو تتساوي؟ زيرو. قبيلا لقينا زيرو دابا لقينا زيرو، دونك غير صدفة لقينا نفس الحل، ماشي ديما تيخرج لينا زيرو، داكوغ؟ ناخدو متراجحة أخرى، مزيان، فوالا لدينا ناخدو مثلا 16 أس إكس زائد 2 في 4 أس إكس ناقص 3 أصغر أو يساوي زيرو. مزيان، دونك شنو غادي ندير هنايا؟ هاد الكتابة نقدر أنا نجي نكتبها على هاد الشكل، يكافئ 16 أس إكس نقدر نكتبها هي 4 أس 2 الكل أس إكس، بمعنى هي 4 ما نزربوش، فوالا. زائد 2 في 4 أس إكس ناقص 3 أصغر من زيرو يكافئ نغيرو الموقع ديال هاد أسين 4 أس إكس الكل أس 2 زائد 2 في 4 أس إكس ناقص 3 أصغر أو يساوي زيرو. دابا شنو غادي ندير هنا؟ غادي نمشي نرجع هادي نحاول هاد التعبير هذا ندير ليه التعميل داكوغ لنعمل. انا تيبان لي بحال شي معادله من الدرجه الثانيه الا درت تغيير متغير 4 اس اكس وضعتها كرون اكس ولات بحال معادله من الدرجه الثانيه. دونك في هذه المرحله هذه ملي تبان لي ولات بحال معادله من الدرجه الثانيه نمشي للتعبير ندير لي التعميل. دونك لنعمل ماذا؟ 4 اس اكس الكل اس 2 زائد 2 في 4 اس اكس ناقص 3 كندير تنعمل التعبير كنرجعو بعدا معادله 2 4 أس إكس ناقص 3 كتساوي زيرو لنحل نضع أولا كرون إكس كتساوي 4 أس إكس داكوغ شتولي المعادلة المعادلة تصبح كرون إكس أو كاري زائد 2 كرون إكس ناقص 3 كتساوي زيرو. هادي غادي نديرو لها دلتا إلا درنا فوالا نديرو دلتا صافي ماشي مشكل. دلتا كتساوي بي أس 2 ناقص 4 أسي تولي 2 أس 2 ناقص 4 في 1 في ناقص 3 نلقاو 16 كبر من زيرو داكوغ. إذا المعادلة عندها حلين دونك شنو غادي ندير هنايا؟ الحل الأول إكس أن شنو تساوي؟ ناقص بي زائد جذر دلتا على إثنان أ غتولي هي ناقص إثنان زائد جذر ديال ستاش هي 4 على جوج في واحد هي جوج غتولي جوج على جوج واحد
و اكس 2 شحال تساوي؟ ناقص بي ناقص جذر دلتا على 2 ا ناقص 2 ناقص جذر 16 ناقص 4 على 2 في 1 2 ناقص 6 على 2 راه هي ناقص 3. دابا شنو اللي عندي هنايا؟ دابا نقدر ندير التعميل ديال فوالا، نقدر دابا نعمل هاد التعبير هذا. هذا دونك شنو غادي نجي ندير هنا؟ ومنه غران اكس او كاري زائد 2 غران اكس ناقص 3 شنو تساوي؟ عارفين كنت كيفاش تنعمل الحدوديه من الدرج الثاني؟ كنشد هذا المعامل ا كنكتبو هو الاول هنا ا شحال تيساوي؟ واحد. دونك بلا ما نكتبو تيكون واحد بلاش، كناخذ غران اكس اللي هو هذا المتغير ناقص الحل الاول مثلا واحد، عامل لي غران اكس ناقص حل الثاني اللي هو ناقص 3، يعني ناقص ناقص 3 تولي زائد 3. دابا شنو عطيت؟ عطيت التعميل ديال التعبير. هاد الكتابه كلها الربطه ب بهذاك الشيء اللي كان عندي من قبل، يعني رجع المتغير القديم. هاد غران اكس شنو تتساوي؟ ها هي شنو تتساوي؟ 4 اس اكس. غنعوض هادي ب 4 اس اكس، فيما نلقى غران اكس نعوض ب 4 اس اكس، اس 2 زائد 2 في 4 اس اكس ناقص 3 كتساوي نفس الشيء هنا 4 اس اكس ناقص 1 عامل 4 اس اكس زائد 3. دابا انا لقيت التعميد ديال التعبير اللي انا كنت نبحث عليه في الاول. ها دابا شنو غادي ندير؟ اذا كنرجع لهاد المتراجع هادي 4 اس اكس الكل اس 2 زائد 2 في 4 اس اكس ناقص 3 صغار او يساوي 0. شنو تكافئ؟ كنمشي لهاد التعبير كله باش تنعوضو، كنعوضو بهاد التعبير اللي هو معمل، يعني باش غادي نعوض 4 اس اكس ناقص 1 عامل لي 4 اس اكس زائد 3 اصغر او يساوي 0. ملي تيكون هاد التعبير صافي عملت هذاك الشيء اللي كان عندي في الاول درت لي التعميم، هنا الامور تتولي بسيطه جدا. شنو تنعرف على هاد التعبير؟ هذا التعبير فهو موجب قطعا. علاش؟ 4 اس اكس راه عدد موجب قطعا زائد واحد العدد اخر اللي هو موجب قطعا، دونك مجموع عدد الموجبين دونك هو عدد موجب قطعا. دونك فوقاش غادي يكون عندي واحد الجداء صغر من زيرو، علما ان هذا انا عارفه موجب الا كان هذا سالب، حتى هذا موجب، موجب سالب يعطينا هذا الشيء كامل سالب. دونك انا يمكن لك ديريكتومون تكتب لي غير هذه بحدها اصغر او يساوي صفر، داكا. وندير كات التعليل اللي بغيتي ديرو، لان هذا التعبير هذا مالو اكبر قطعة من زيرو. هذه من الطرق من التقنيات اللي تنستعملها في المتراجعات. الى عندنا جدا عوامل مثلا صغار من زيرو، وانا تنعرف واحد العامل تنعرف الاشاره ديالو، هذاك العامل اللي تعرف الاشاره ديالو يمكن لك ما تبقاش تكتبه مره اخرى. يعني بحال هذا تنعرفه موجب، كنشوف غير هذا الجداء فوقاش غادي يكون صغر من زيرو الا كان هذا سالب، دونك كنمشي نكتب غير هذا بوحدو وتنديرو صغر من زيرو، وهذا ما تبقاش نكتبو. كتسهل عليا المتراجع. دابا الامور ولات سهله، 4 اس اكس ناقص 1 نحول الرجعه الاخرى تولي 1. هاد الكتابه نقدر نكتبها هي 4 اس اكس صغر من 4 اس صفر، واحد ممكن نعتبره هو 4 اس صفر يكافئ. هنا عندنا قاعده هاهي كنا هضرنا عليها قبيله، ملي تتكون عندنا ا اس اكس صغر او يساوي ا اس ايكغيك، يعني هذا الاساس يحيد الترتيب، يقدر يتبدل يقدر ما يتبدلش، على حساب ا اذا كانت اكبر من واحد الترتيب ما تيتبدلش، كانت ا محصوره بين زيرو وواحد الترتيب تيتبدل. هنا 4 اكبر من واحد دونك الترتيب ما غاديش يتبدل، ندير اكس صغر من هذا الاس، هذا اكس اصغر او يساوي صفر. دونك الحلول هنا ديال هذه المتراجعه شنو هي؟ هي المجال موالا فين زيرو، يعني الاعداد صغر من زيرو، وتنكون جاوبت على السؤال. داكوغ مزيان. دابا غادي ندوزو لمتراجعة أخرى. تسعود أس إكس زائد تلاتة أس إكس ناقص جوج أكبر قطعة من زيرو. دونك بنفس الطريقة باش حلينا هاد المتراجعة اللي قبيلة، نقدرو نديروها حتى بالنسبة لهاد المتراجعة. داكوغ دونك نقدر انا في البدايه كاع نبدل شويه، نبدل شويه الطريقه. نقدر انا في البدايه نمشي نعمل هاد التعبير، لنعمل
تساوي أس إكس زائد تلاتة أس إكس ناقص جوج. في الأول أنا نكتب نبدأ بالتعميل هو الأول، حتى إلا عامة الأمور تولي عندي سهلة. يبان لي هاد المجهول إكس كاين هنا، هاد المتغير إكس كاين هنا، أو المجهول إكس كاين هنا وهنا، دونك غالبا نطيحو في شي معادلة من الدرجة التانية، شي حاجة اللي فيها دلتا. داكوغ، دونك من الأمور التقنيات اللي خاصك تكون تتوقعها. دونك نجي لهاد التعبير هذا، نرجعو معادلة تسعود أس إكس زائد تلاتة أس إكس ناقص جوج كتساوي زيرو. هادي راه هي تلاتة أس إكس، أنا نكتبو مباشرة تلاتة أس إكس الكل أس إتنان، هي في حقيقة تلاتة أس إتنان الكل أس إكس، و إلا بدلنا الموقع ديال الأسين تولي تلاتة أس إكس الكل أس إتنان زائد تلاتة أس إكس ناقص جوج كتساوي زيرو. نديرو التغيير المتغير، نضع جران إكس كتساوي تلاتة أس إكس. المعادلة تصبح شنو تولي؟ جران إكس أو كاري زائد جران إكس ناقص جوج كتساوي زيرو. دونك نديرو دلتا بي أس إتنان ناقص أربعة أسي، بي شنو تتساوي هنايا؟ واحد أس إتنان ناقص أربعة في واحد في ناقص جوج تساوي تسعود كبر من زيرو. دونك حنا لقينا هادي كبر من زيرو. داكوغ، غادي ناخد شي ورقة أخرى. فار دونك شنو غادي ندير هنايا؟ غادي نكمل على هادشي اللي خدمت انا هنايا. دونك غران اكس ان شنو يساوي؟ يساوي ماذا؟ ناقص بي زائد جذر دلتا على اثنان ا. نحسبوها، بي هنا راه هي واحد، دونك كتولي ناقص واحد زائد جذر ديال دلتا، جذر تسعود راه هي ثلاثة على اثنان في واحد هي اثنان، تولي جوج على جوج، دونك واحد اكس دو شنو تساوي؟ ناقص بي ناقص جذر دلتا على اثنان ا، تولي ناقص واحد ناقص ثلاثة على جوج واحد جوج، دونك تولي ناقص ربعة على جوج هي ناقص جوج. مزيان، دونك هنا لقينا الحلين، يعني حلينا هاد المعادلة. دونك دابا يمكن لي نستنتج التعميل ديال التعبير هذا. دونك غران إكس أو كاري زائد غران إكس ناقص جوج شنو تتساوي؟ مادام عندي حلين كنشد هاد ا عادة نكتبو هو الأول. هنا شحال عندنا؟ واحد. دونك بلا ما نكتبو، شد غران إكس ناقص الحل الأول، الحل الأول راهو واحد، عامل لي غران إكس ناقص الحل الثاني، الحل الثاني راهو ناقص جوج، غتولي عندي ناقص ناقص جوج راهي زائد جوج. داكوغ، دابا شنو غادي ندير لارد عليك؟ هاد التعبير في الحقيقة شناهو؟ راهو هذا اللي هو هذا اللي هو هذا. داكوغ، دونك غادي نجي ندير هنايا امبليك ولا يكافئ راه بحال بحال. غران اكس غنمشيو نعوضها، نمشيو نرجعو للمتغير القديم. غران اكس راه هي تلاتة أس إكس، راه هي تلاتة أس إكس الكل أس إتنان زائد تلاتة أس إكس ناقص جوج كتساوي ماذا؟ تلاتة أس إكس ناقص واحد، عامل تلاتة أس إكس زائد جوج يكافئ. هاد التعبير في الحقيقة اللي هو هذا، راه هو هذا اللي هو هذا اللي حنا كنا كنقلبو على التعميل ديالو. دونك هذا راه هو تسعود أس إكس زائد تلاتة أس إكس ناقص جوج، نخلي هادشي كما هو، تلاتة أس إكس ناقص واحد عامل تلاتة أس إكس زائد جوج. دابا إذا أرجع المتراجعه اللي كانت عندي في الأصل، تسعود أس إكس زائد تلاتة أس إكس ناقص جوج أكبر قطعا زيرو، فهي تكافئ ماذا؟ نجي نعوض هاد التعبير، راه هو هذا، نجي نعوضها بهادشي كامل. دونك تلاتة أس إكس ناقص واحد عامل تلاتة أس إكس زائد جوج أكبر قطعا من زيرو يكافئ. هنا التعبير موجب قطعا، علاش؟ لأن تلاتة أس إكس عدد موجب، ولا ضفنا ليه عدد ويبقى التعبير موجب. ملي تلاحظ أنه في واحد المتراجع كاين واحد العامل موجب، تنعرف إشارة موجب ولا سالب، راه يمكن لك من بعد ما تبقاش تكتبو، كتشوف غير العامل الاخر كي غادي تشوف كل الاشاره ديالو. دونك باش يكون الجداء ديال هاد العاملين كبر من زيرو، علما ان هذا موجب، خاص هذا تا هو يكون موجب، باش موجب في الموجب يكون هادشي كبر من زيرو. داكوغ، اذا هنا شنو ندير؟ مادام هذا موجب باش يبقى هاد الجداء كبر من زيرو، معنى موجب خاص هذا تا هو يكون موجب. تلاتة اس اكس ناقص واحد، نقول علاش حيدت هذا؟ لان تلاتة اس اكس زائد جوج راه كبر من زيرو. داكوغ، واضح. دابا شوف متراجعه ولات دابا عاديه بسيطه ما فيهاش مشكل. 3 اس اكس
كبر من 1 ناقص الحول من الجهة الأخرى بثلاثة أس إكس كبر من ماذا؟ 1 نقدر نكتب 3 أس صفر يكافئ ماذا هنايا؟ هنا مادام أقلية 3 كبر من 1 الترتيب ما يتبدلش، ندير هاد إكس أكبر قطعا من 0. إذا إس في هاد الحالة شنو هتساوي؟ المجال 0 بلس أنفيني مفتوح لأنه هنا عندنا قطعا داكوغ، وتنكونو سالينا. بقولي هنايا متراجحات، هادو متراجحات هادو اللي كاين هنايا بساط ما فيهمش مشكل، نجاوبو عليهم بسرعة. أصعب حاجة ممكن تلقاوها بحال هاد النوع ديال المعادلات هو بحال هادشي اللي شفنا في السطر الأول والسطر الثاني، يعني هاد المعادلات اللي خدمنا دابا. أما بحال هادو ما فيهمش مشكل، وهادشي غادي نكتشفو دابا. لدينا 2 أس إكس زائد 4 صغر من ناقص 8. هنا عندنا التعبير تنعرفو موجب 2 أس شي حاجة، مع العلم أن 2 موجب، هادشي راه موجب. وهذا سالب، واش ممكن سالب يكون كبر من عدد موجب؟ هنا ديريكتومون اس كتساوي المجموعه الفارغه، ونعطي التعليل لان هذا الطرف موجب وهذا الطرف سالب، نكتب هذا التعليل دكا. اذا هادي غير باش ننبهكم باش تردوا البال، صافي ما يمكنش يكون عدد سالب هو من عدد موجب. مزيان، غادي ندوز والتعليل ضروري تكتبوه. انا قلت شفوي لان هذا الطرف سالب وهذا موجب، السالب ما يمكنش يكون كبر من الموجب، يعني تكتبوا داكشي اون ديتاي. لدينا نمشيو ثاني للمتراجعه الاخرى باش ما نضيعش الوقت. ناقص 3 اس ناقص اكس زائد 1 كبر او يساوي 0. هذه المتراجعه نقدر نكتبها على هذا الشكل، 9 اس اكس نحول هذا الحل للجهه الاخرى تولي 3 اس ناقص اكس زائد 1. هنايا هاد القوتين ما عندهمش نفس الاساس، نحاول نرجع عندهم نفس الاساس. 9 نقدر نكتبها هي 3 اس 2 الكل اس اكس أكبر أو يساوي 3 أس ناقص إكس زائد 1. هاد الأسين نقدر ندير الجودة ديالهم باش تولي 3 أس 2 إكس كبر من 3 أس ناقص إكس زائد 1. علاش ضرب جوج في إكس؟ لأنه هادي قاعدة من القواعد ديال القوى. فوالا هنا ولا عندي طرفين فيهم قوى للأساس، عند القوى للأساس ديالها هو 3. من تيكون عندنا نفس الأساس تندخل سمنة الأساس وتنشوف واش غادي نحتافظ بهذا الترتيب ولا لا. ملي تيكون الأساس كبر من 1 تنحتافظو بالترتيب ما تيتغيرش. دونك هنايا 3 راه كبر من 1، دونك 2 إكس تبقى في بلاصتها، الترتيب ما يتبدلش. ناقص إكس زائد 1 ولات متراجعة بسيطة ما فيهاش مشكل. 2 إكس زائد إكس كبر من 1 يكافئ 3 إكس كبر من 1 يكافئ إكس كبر من 1 على 3. إذا إس في هاد الحالة شنو غتساوي؟ المجال 1 على 3 بلوس لانفين. وتنكون انتهينا من هاد التمرين. دونك أصعب ما يمكن أن يكون في مثل بحال هاد المعادلات والمتراجعات هو هادشي اللي عطيت دابا. كيف ما تلاحظوا الأمور بسيطة جدا، خاص غير شوية التركيز، وإن شاء الله ما تلقوش مشكل في هاد النوع ديال المعادلات والمتراجعات. إذا أعزائي التلاميذ، حصة اليوم انتهت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.